لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء، جماهير يمكن القول أنها ليونيل ميسي. متابعة الكرة المرتدة، تشتيت الكرة، الأرجنتين يهاجم بشراسة هنا وتحت الضغط. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، هل يسجل؟ الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. بولغار، الأرجنتين الأفضل بلا شك على أرضية الملعب، كرة قدم جميلة، دائما عنده الحلول، عنده الأفكار مختلفة لتساعد على أن يقدم أداء مقنع بصراحة في هذه المباراة حتى الآن. الآن ممكن نشوف هجمة معاكسة، يحاول أن يلعب كرة بينية، ليس متسللا هنا، كرة بالعرض. دياز، تدخل هنا بكل قوة من أجل الكرة. مارتينيز، مولينا، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. البينية حلوة الآن، تمريرة جميلة، راحت بعيدة هذه المرة. ميسي غابت عنه السرعة في اتخاذ القرار، فضاعت منه الكرة في آخر مشوار. جوليان ألفاريز، لا تزال خطورة قائمة، يرسل كرة بعيدة عن مناطق الخطر، فرصة لتحول هجومي سريع. فاتت ومرت وصلت إليه، يلعبها في المساحة، قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة، شوط أول يثبت أن هذه المباراة ليست في المصاحب لمباريات الديربي لا يمكن وصفها. هذه أمور يجب أن تشاهدها لتحكم بنفسك على سخونة الأوضاع في الملعب، هذه العادات وهذه الندية لن تتغير أبدا. الإثارة تتواصل بعودة الآن، خطيرة، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. بولغار يلعبها قصيرة، لعبة رائعة الآن، والآن خطيرة هنا. مولينا شتت الكرة بعيدا، حتى الآن مباراة بدون أهداف. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا، يلعبها لمنطقة الخطر، يحصل عليها روميرو، فرصة ثانية على التسديد. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة، دي باول، وفرصة أخرى، كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. لم يتبقى الكثير في المباراة ولا نزال في انتظار الهدف، أخطأ لكنها مرت بسلام. والآن حان وقت التوقف الأول مع إجراء تغيير، يشتت الكرة بعيدا، مارتينيز، مارتينيز، سانشيز يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، اعتراض رائع للكرة، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم.
تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. أليكسيس سانشيز. مباراة مثيرة جدا، وارد حدوث أي سيناريو درامي في الدقائق المقبلة من هذا اللقاء. دياز يبعد الكرة عن مناطقه، يتغير الاتجاه نحو اليسار. دي ماريا. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. There will be 3 minutes added time. بينية رائعة، انطلاقة مدافع إلى الأمام، إبعاد ناجح للكرة. إذا صافرة نهاية المباراة، انتهى كل شيء، والخيار الأخير سيكون ركلات الترجيح.